ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تقولوا بخير، وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بكم من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة الصعود لدور الستاشر من المنتخبات اللي هنتكلم عليها، وعندنا خبر اكرم توفيق، وعندنا خبر محمد شريف، وعندنا صفقات النادي الاهلي. بس قبل ما نخش على كل ده، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم، وباذن الله اكون عند حسنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كاس العالم عمل مفاجآت، ومش قادر اقول لكم بصراحه معظم المفاجآت والمنتخبات اللي صعدت، ولسه بكره في مفاجآت. بس قبل ما هنتكلم على بكره، عايزين نتكلم على الناس اللي صعدت النهارده زي انجلترا وامريكا والبرازيل والسنغال والبرتغال وهولندا. ادي ست فرق اللي صعدوا الى دور ال 16. بكره باقي المفاجآت اللي هنشوف وهنتمتع بكل حاجه مفاجآت كاس العالم، وهنشوف مفاجآت من العيار التقيل فعلا بعد صعود الست فرق دول. وطبعا في بواقي بكره وبعده، والدنيا شغاله. ومش قادر اقول لكم بصراحه متعه الاثاره والجمال في كاس العالم اللي مش عايزينه يخلص بصراحه، وحاجه محترمه جدا جدا جدا. وانا شايف اللي احسن تنظيم اتعمل في العالم من ساعه كاس العالم ما اتعمل بصراحه من وجهه نظري، وهو في قطر، اللي عملت كل حاجه في الاجواء العاليه جدا جدا جدا، وكانت حاجه محترمه جدا وحاجه مشرفه جدا للكره العالميه او للكره القطريه بعد صعود الست فرق اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي. في بقى مفاجآت شغاله اليومين دول، وصفقات النادي الاهلي اللي بخلاص على وشك الانتهاء بالصفقات المستمره والمهوله والمحترمه بانضمام اسامه جلال سيرد باك بيراميدز، وانضمام ابراهيم عادل اللي خلاص بنسبه 65 70 80% يقترب للجزيره، يقتربوا للنادي الاهلي في يناير، ويقترب اللي كان طالع مسؤول من بيراميدز وبيتكلم وبيقول لك احنا حاطين حاجه محترمه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا كنا عايزين ناخد من عندكم اكرم توفيق وكان محمد شريف، وكنا هنديكوا علي ابراهيم عادل واسامه جلال، وكنت هتدفعوا، النادي الاهلي كان هيدفع 15 مليون على اكرم توفيق ومحمد شريف. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ 15 مليون على صفقه شريف او على صفقه اكرم توفيق اللي احد الانديه الانجليزيه بيقتربوا منه رسميا، بس النادي الاهلي موقف التعاقدات لحد ما نشوف نهايه الموسم هيحصل ايه. اكرم توفيق جاي له احد الانديه الانجليزيه في كتير جدا جدا، بس النادي الاهلي لسه مستقر او لسه شغال على الدوري وكل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي بيفكر في الحته دي. نهايه الموسم اللي هيفاجئ جمهور النادي الاهلي، اللي اكرم توفيق هيروح حته كويسه، ومحمد شريف مستمر في النادي الاهلي، يعني مسؤول بيراميدز. انت ازاي بتقول حاجه زي كده؟ ايه النادي الاهلي ولا اتكلم ولا قال ولا في احنا عايزين نروح بيراميدز ولا عايزين كذا؟ لا، النادي الاهلي لما يحط شروط بيحط شروط على اعلى مستوى، بيحط شروط امكانياته عاليه وطبيعتها جميله زي اسامه جلال اللي يقترب منه بنسبه 75 80% هو وابراهيم عادل في شهر واحد، مع انضمام اكرم توفيق ومع محمد شريف اللي موجودين جوه النادي الاهلي ومش هيروحوا النادي الاهلي علشان حته ال 15 مليون جنيه دي. قلبت الموازين، قلبت الكيان، قلبت الدنيا في حته روحان بيراميدز وال 15 مليون اللي عليهم. كابتن سمير كمونه بيدردش مع كابتن رضا عبد العال، بيقول له خبر جميل قوي يا جماعه كده، انا بصراحه مستغرب له، انا بصراحه مستغرب له. حتى كابتن رضا عبد العال طلع الراجل بكل حته جميله وبكل الاجواء الجميله مع كابتن مهيم عبد الهادي، وبيقول له احنا هقول لك على حاجه يا كابتن بس انت ممكن تستغرب منها. قال له ميسي مش لعيب دولي. طبعا كابتن رضا عبد العال استغرب، قال له ميسي مش لعيب دولي؟ امال دوره اسيا وكاس اسيا اللي خده الارجنتين والماتشات اللي بيلعبها ميسي مع برشلونه وباريس سان جيرمان ومش عارف مين ومين ومين ومين، ده فاضل يلعب معانا في مركز شباب البساتين عندنا؟ مفيش الكلام ده. انت بتتكلم ازاي يا كابتن؟ انت بتقول ايه؟
كابتن رضا عبد الله رد على كابتن سمير كمون قال له يا كابتن ايه يا كمونه انت بتقول ايه يا كمونه؟ قال له يا كابتن رضا منور الدنيا، وفضلوا يهزروا ويضحكوا وقال له يا كابتن انا بتريق، انا بقول لك ميسي مش لعيب دولي. انهي حاجه في العالم اللي قاموس الكوره من وجهه نظري احسن لعيب في العالم وهو ليون ميسي؟ فعلا لعيب كبير، لعيب قد تقله زي ما هو عايز، قد الدنيا تعتمد عليه يحط لك اي اتجاهات في كره القدم العالميه، يعني الاسطوره من وجهه نظري في كره القدم العالميه وهو ليون ميسي. من وجهه نظري انا شايف ليون ميسي امكانياته عاليه قوي 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 بصراحه، لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب محترم ولعيب ما بتسمعش صوته ولعيب ما يعرفش يتخانق، لعيب اسلوبه كل الكلام ده هتلاقيه في ليون ميسي. ده كانت حلقه اليوم، يا رب كل الحلقه عجبتكم. قبل ما معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بكم بدعواتكم وباذن الله اكون عند حسن ظنكم. انتظروني في مفاجآت وتصفيات وحاجات هتحصل بكره في ماتشات، اذا كان الارجنتين ولا المكسيك، اذا كان مش عارف مين ولا الدنيا كلها بكره هتحس فيها مفاجآت. انتظروني غدا عقب لقاء او بعد لقاءات مع صفقات جديده، مع اخبار جديده، مع نتائج جديده جوه كاس العالم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.